احنا هنكمل كلامنا في الموضوع دوت برضه. كابتن محمد يوسف فهمني طبعا، كابتن علام ايوب، كابتن عادل فهمني. هنروح لزميلنا شريف شعبان ملعب مباراه، وهنشوف حاجه جميله جدا من فريق مصر النهارده واحتفاله بالنادي الاهلي. شريف شعبان، ازيك يا شريف؟ ازيك كابتن، تحياتي لحضرتك ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مليون مبروك فوز اليوم النادي الاهلي على فريق مصر بثلاث اهداف مقابل لا شيء. ويمكن فريق مصر النهارده يمكن كان اعد ممر شرفي لفريق النادي الاهلي، بطوله الدوري رقم 42، وكان حريص بعد انتهاء المباراه تكون في تورته من نادي مصر الى الجهاز الفني واللاعبين احتفالا بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري. وبالفعل يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره واللاعبين استقبلوا المشهد بصدر رحب جدا، وحيوا فريق مصر على الروح الطيبه والروح الرياضيه اللي متعودين عليها في الفتره الاخيره، اذا كان من فريق مصر او فريق مصر المقصه. يمكن ما زالت الاحتفالات والانتصارات ولا لمنات بيفوز 3-0 النهارده، فريق الطايره رجال بيفوز 3-0، وفي نهايه اليوم كان فريق الكره بيفوز ايضا 3-0. مليون مبروك كابتن ايمن، مليون مبروك لكل ضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يبارك فيك يا حبيبي، وشكرا جزيلا، الف شكر يا شريف. مشهد طبعا اكثر من رائع لنادي اف سي مصر او نادي مصر، وده يمكن تاني مره تتكرر بعد المباراه اللي فاتت، بعد مباراه مصر المقاصه. كابتن